القناة التفاعلية الشبابية. قم تلقائيا، اسحب القناع إلى أسفل. الحمد لله على السلامة. كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ السيارة بسيطة يا اخي، بسيطة، كله خير. ماذا تريد ان تقول يا يوسف؟ والله الحمد لله على السلامة. مالك على الجام؟ ايه، تلاحظ كانت بتنقلب لولا فضل الله سبحانه وتعالى. ايه، لولا فضل الله سبحانه وتعالى يعني لطفه وستر. بسيطة يا يوسف صحيح؟ لا تفتح الباب باين عليه حزين. كانت كرت. يلا يوسف نتمشى يا قلبي. يلا استمراراً لما تم اليوم في خيمة، وكان هذاك تكريم يعني جماعي ووقفة جماعية للجميع، كنا لازم يكون في شيء خاص بالشباب اللي موجودين معنا في سهم إيناء. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى لن تضيع كل لحظة يعني نوم في السهر هذا قاومناها، كل لحظة حر ومشقة قاومناها لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى. عاجزين والله لو نقول من الكلام ما نقول. سهلا، هلا بالزين، صباحكم بالخير، الله يحييهم. هلا بالحلاوات طراء ابو مزون. خلاص قهوة ابو مزون، خلاص قرب الحلقه الاخيره. الله يستر. مره فرحني وتفرح فيا، فرحني. نحط لوحه ان شاء الله ممنوع دخول الاطفال. فرحني يا ابو صادق، حديث لون الازهار. خلاص لا بكره بصورك، والحفل بصورك، وباتصل عليك ببيتكم وباجي اصورك وبانشف لك. يا حبي لك يا صايب، والله انا اللي بفقدك. في ايش؟ بطاقة مفتوحة. في بطاقة مفتوحة تروح المكان اللي انت تبيه لمدة ساعة. ثلاثة ترى تلحق في جولة واحدة ترى على وجهها. هذا الكاس حلو، هذا جي دي سي ميدل ايست، هذا من اغرب الكاسات اللي شفتها بحياتي. انا عندي هنا مويه، حلو، اصبها في ذا الكاس. تمام، ايش المفروض ان يكون في الكاس الحين؟ مويه، هذا الشيء طبيعي. لكن اسمعوا، تسمعون صوت الطقطقه؟ وش تتوقعون بالله؟
شوفوا ها تسمعون صح؟ شوي شوفوا الماء تروح ويطلع ثلج ها؟